شباب، معكم ابراهيم من قناة ابراهيم، جايب لكم حلقة جديدة من ماينكرافت على السلسلة الاولى، كيف تسوي زيافر تحدي البناء. وبسم الله. الثاني خبير بالزيافرات وراح اسوي لكم اياه بسرعة. اذا اردتم سووا بقير الزيافر، واذا ما قدرتم لازم تسووه بخط بخط. ويلا نكمل. ايش يا شباب، لا تريد اي اسم تحط، بس مو الا هيك، بس هذا لا تقطع بيه زين شباب. واذا اخطأتم لازم تسوونه بسرعة. اساني ايش اسوي حرب البناء؟ لا يا شباب نسيت. ايش؟ اها يا شباب، خليه يشتغل ونردكم. هسه يا شباب ردانكم، رجعناكم. هذا هو اشتغل الزيرفر، راح نلعبه. وبسم الله هسه دخلنا على حرب البناء واشتغلت. يريدون 16 واحد. يلا بدت نجيب 4 خشبات. نجيب 4 خشبات وهيك. يا شباب هيك البيت راح اسويه حرب البناء. هذول ولد عمي، اسف للتقطير. هسا اقتلهم ورجعلكم يا شباب. اليوم الا على الهوفه هوفاكم، اليوم الا نعلكم زين شباب. ولا تقاطعوني في المقطع، شو يقول دوت سوكو في ان ابداوا. واذا ما قدرتم لازم تشاركون غير زيارفار. يلا يا شباب. يلا رجعت لكم يا شباب. كنت اقول لابن عمي اقتلهم، وسا راح نبدا المقطع. ايش البيت؟ يا شباب كملنا البيت. ايش يا شباب؟ واذا ما قدرتم لازم تقول دوت كوم في ساعة ويشوف من الفائز. وبسم الله. يا شباب لا تنسوا ان تشاركوني بالزيافر، واذا ما قدرتم لازم تكتبون دوت كوم زوتا في دوت كوم. واذا ما قدرتم لازم تكتبون صفيكا. الى اللقاء. هسه نكمل البيت وينهى المقطع. يا شباب لا تنسوا ان هذا المقطع هو الاساس. وانتهى المقطع. الى اللقاء.